بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 128. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض، ووقفنا عند قوله باب العصبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النوع الأول من أنواع الإرث، وهو الإرث بالفرض، انتقل إلى القسم الثاني، وهو الإرث بالتعصيب. والناظم يقول: والإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فرغنا من الإرث بالفرض، ننتقل إلى الإرث بالتعصيب. والتعصيب لغة الشد، يقال عصب الشيء إذا شده، وعصب رأسه إذا شده بالعصابة. والعصبة جمع عاصب، واختلف الفرضيون في تعريف العاصب، فقال بعضهم هو من يرث بلا تقدير، وقال بعضهم العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض سقط. وقال بعضهم إن العاصب لا يمكن تعريفه، لأن هذه تعريفات بالحكم، والحكم لا يدخل التعريف، فيكتفى بعد العصبة فقط، فيقال هم كذا وكذا بدون أن يعرف. وقال الناظم أو قال بعضهم: وليس يخلو حده من نقد، فالأولى تعريفه بالعد. نعم. قال رحمه الله: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. هذا تعريف من التعريف، العصبة كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، هي جهة التعصيب، وإذا كان مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض. نعم. وإذا لم يبق شيء سقط، لكن هذا في الحقيقة حكم وليس هو تعريف. نعم. نعم. قالوا: مع ذي فرض يأخذ ما بقي، بقية التعريف. نعم. نعم. فأقربهم ابن فابنه وإن نزل. الآن بدأ يعدهم، خلص من التعريف على ما فيه من نقد، وبدأ يعد العصبة، بدأ بأقواهم وأقربهم وهم الأبناء. نعم. فقال فأقربهم ابن فابنه وإن نزل. أقرب العصبة الفروع، وهم الابن، ابن الصلب أو ابن الابن وإن نزل، فإنه أقرب العصبة. قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. نعم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. نعم. ثم الأب ثم الجد وإن على، ثم بعد الفرع الأصل، وهو الأب أو الجد وإن على بمحض الذكور، كأب الأب وأبي أب الأب وهكذا، وإن على لأن الجد أب، فيكون عاصبا كما يكون الأب عاصبا. نعم. مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا في الجد، سبق لنا أنه إذا انفرد ولم يكن هناك إخوة فلا شك أنه ينزل منزلة الأب ويأخذ حكمه من كل النواحي، إلا إذا وجد مع الجد إخوة، فإنه حينئذ
اختلف العلماء هل ينفرد بالإرث أو يشرك معه الإخوة على القولين السابقين. نعم. قال وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب. نعم ثم سبق هذا أنه إذا كان معه إخوة لأبوين أو لأب فإنهم يشركون معه مع الجد يعني. نعم. ثم هما ثم بنوهما أبدا. نعم. اللي هو الأخ لأبوين أو لأب. ثم هما أي الإخوة لأب. نعم. أو ثم بنوهما أي الإخوة لأب والإخوة الإخوة الأشقة والإخوة لأب. نعم. ثم بنوهم يعني بعد أن فرغ من الأصول ولما فرغ من الفروع والأصول من العصبة لا انتقل إلى الحواشي انتقل إلى الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. نعم. قال ثم هما ثم بنوهما أبدا أي الأخ الشقيق أو الأخ لأب. لأب. ثم بنوهما أي ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا. نعم. ثم عم لأبوين ثم بعد الإخوة وأبنائهم الأعمام لأبوين أو لأب. نعم. ثم عم لأب. نعم. ثم بنوهما كذلك ثم بنو العم الشقيق والعم لأب. لأب. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب. نعم. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم ينتقل إلى أعمام أبوي الميت أولا أعمام الميت. نعم. أولا أعمام الميت. نعم. وثم بني أعمامه ثم أعمام أب الميت ثم بنوهم ثم أعمام ثم أعمام الجد. نعم. ثم بنوهم وهكذا. نعم. قال ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك. نعم. ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. نعم وهكذا. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. لا يرث بنو الأب الأعلى أبناء أعمام الأجداد مع أبناء الأعمام الذين هم أقرب منهم إلى الميت وإن نزلوا وإن نزل الأقربون وكان الأبعدون أقرب وكان الأعمام أعلى وأبناء الأقرب أنزل فإن أبناء الأقرب يقدمون على أبناء الأعلى. نعم. قال فأخ لأب أولى من عم وابنه هذا من جهة الترتيب يعني في شرح قوله لا يرث بنو أب هذا أعلى هذا من جهة الترتيب جهات العصبة هذه جهات العصبة. نعم. جهات العصبة ست جهات العصبة ست جهات أولا البنوة ثانيا الأبوة ثالثا الجدودة والأخوة رابعا الأخوة خامسا بنو الإخوة سادسا الأعمام سابعا بنو الأعمام. نعم. قال فأخ لأب أولى من عم وابنه لأن الأخ لأب يدلي بالأخوة والأعمام يدلون بجهة العمومة وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. نعم. وابن أخ لأبوين. نعم. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين هذا بالقرب إذا كانوا في جهة واحدة وهي الأخوة فإنه يقدم الأقرب منهم إلى الميت. نعم. ومع الاستواء يقدم من لأبوين إذا استووا في الجهة واستووا في القرب كالإخوة لأب والإخوة لأبوين أو بني الإخوة لأب وبني الإخوة لأبوين فإنه يقدم من يدلي بالأبوين لأنه أقوى ممن يدلي بالأب. والناظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعله. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. نعم. العصبة انقسمون إلى ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وهم الذين مضى ذكرهم. نعم. وعصبة بالغير وهم البنات
مع إخوتهن، وبنات البنات وبنات البنين مع إخوتهن أو أبناء عمهن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الشقائق، مع الإخوة الأشقة، الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. هؤلاء يقال لهم العصبة بالغير. الثالث العصبة مع الغير، وهم الأخوات مع البنات، الأخوات الشقائق مع البنات أو مع بنات البنين، والأخوات لأب مع البنات أو مع بنات البنين. إذن فالعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. نعم، العصبة بالنفس ينقسمون إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. بالسبب، فالعصبة بالنسب تقدم ذكرهم مع ذكر جهاتهم. فإذا فقد العصبة بالنسب يعني القرابة، فإنه يرث العصبة بالسبب وهم المعتق. فمن أعتق عتيقا فإنه يكون له عليه الولاء وهو العصوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا كان هذا العتيق له مال وتوفي وليس له عصبة بالنسب، ليس له عصبة بالنسب ولا عصبة ليس له عصبة بالنسب، فإنه ينتقل إلى العصبة بالسبب وهو المعتق، فيرثه معتقه سواء كان ذكرا أو أنثى. ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة، يعني عصبة بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة. نعم. ثم عصبته، يعني عصبة المعتق. عصبة المعتق، إذا فقد المعتق فإن عصبته يحلون محله. نعم. فالتعصيب بالعتق يورث به، يورث به ولا يورث، هو نفسه لا يورث وإنما يورث به كما قال العلماء. نعم. فصل: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليها. هذا في التعصيب مع الغير. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين، والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها. يعني ترث البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك لقوله تعالى في الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الأخوات: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغير. نعم. وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. تعصيب بالغير خاص بالبنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، وبالأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، وبالأخوات لأب مع الإخوة لأب. وما عداهن من العصبة لا يعصبون أخواتهم. فأولاد الإخوة أولاد الإخوة لا يعصبون أخواتهم، وأولاد يعني أبناء الإخوة أبناء الإخوة لا يعصبون بنات الإخوة وهن أخواتهم، وأبناء الأعمام لا يعصبون أخواتهم وهم بنات الأعمام، وإنما ينفردون بالتعصيب دون الإناث. نعم. وابن عم أحدهما أخ لأم. أعد العبارة. قال: وكل عصبة غيرهم، غير هؤلاء الأربعة: الإخوة الأشقة، والإخوة لأب، أبناء وأبناء والأبناء الأبناء. وأبناء الأبناء غيرهم من العصبة لا يعصب أخته. نعم. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له أو زوج
له فرضه والباقي لهما. إذا اجتمع في الشخص الواحد جهة فرض وجهة تعصيب فإنه يرث بهما، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. مثاله زوج هو ابن عم، زوج هو ابن عم. إذا توفيت المرأة فإن هذا الزوج يأخذ فرضه النصف، يأخذ فرضه النصف ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه ابن عم. إذا توفيت امرأة عن زوج لها هو ابن عمها وليس لها عاصب غيره فهو يرث هكذا، النصف بالفرض والباقي بالتعصيب. وأخ لأم هو ابن عم كذلك، يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا لكونه ابن عم. نعم. ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة ويسقط. إذا اجتمع أصحاب فروض وعصبات، نعم، إذا اجتمع أصحاب فروض وعصبات فإنه يبدأ بأصحاب الفروض فيعطون فروضهم، فإن بقي شيء فهو للعصبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. ويسقطون في الحمارية، يسقط العصبة في المسألة الحمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فإذا فرضنا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، أعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأم السدس واحدا، وأعطينا الإخوة لأم الثلث اثنان، كم هذه؟ هذه ستة، ستة. استغرقت الفروض ويسقط الإخوة الأشقاء. إذا وجد في المسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء فإننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فللزوج النصف ثلاثة من ستة، وللأم السدس واحد من ستة، هذه أربعة، أربعة، وللأخوة لأم الثلث اثنان من ستة، هذه ستة، ستة. استغرقت الفروض. على هذه القاعدة يسقط الإخوة الأشقاء. لكن كيف يرث الأخ لأم ويسقط الشقيق؟ عند ذلك اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنهم يسقطون كما ذكر هنا، لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض التركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهنا لم يبقى شيء، فمقتضى الحديث أنهم يسقطون. لكن كيف يسقطون وهم أشقاء؟ يدلون بأبوين وهذا يدلي بأم فقط، ويرث الذي يدلي بأم ويسقط الذي يرث بأم وأب. بأم وأب. بعض العلماء نظر إلى هذه الناحية فقال: لا، يشركون مع الإخوة لأم ويأخذون الباقي، فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للإخوة الأشقاء والإخوة لأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك سميت بالمشركة وسميت بالحمارية، لأن الإخوة الأشقاء جاءوا إلى عمر فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، فلماذا يرث إخوتنا ونسقط نحن ونحن أقوى منهم؟ إن الأب إذا لم ينفعنا فإنه لا يضرنا. فشرك بينهم رضي الله عنه، وكان في الأول يسقطهم، وقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، فشرك بينهم فسميت بالحمارية وسميت بالمشركة. والناظم يقول: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. هذا على التشريك. نعم، هذا على التشريك، لأن الناظم شافعي والشافعية يشركون، أما الحنابلة فكما هنا لا يشركون ويبقون على قضاء عمر الأول رضي الله عنه. نعم. وأي القضاءين أرجح في نظركم؟
الأول أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلا أولى رجل ذكر. فإذا أعملنا هذا الحديث الصحيح سقطوا، وهؤلاء عصبة، هذا شأن العصبة. نعم، يعني يسقطون في صور متعددة. أي نعم، هذه منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أصول المسائل. قال: والفروض لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الإرث بنوعيه، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، انتقل إلى القسم الثاني من قسمي علم الفرائض، وهو علم الحساب. يعني إذا عرفت الفروض وعرفت التعصيب وعرفت الأنصبة، فكيف تعطي كل ذي حق حقه؟ هذا لابد من معرفة الحساب، لابد من معرفة الحساب، وهو ما يسمى حساب الفرائض. وحساب الفرائض يعني تأصيل المسائل وتصحيح المسائل، فهو تأصيل وتصحيح. فالتأصيل أن تنظر في الفروض التي عندك، إما أن يكون عندك فرض واحد، وإما أن يكون عندك أكثر من فرض. وإذا كان عندك أكثر من فرض، فإما أن تتماثل الفروض، وإما أن تتداخل، وإما أن تتوافق، وإما أن تتباين، لا تخرج من هذه النسب. وهذا عمل الحساب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفروض ستة. الفروض التي ذكرها الله في كتابه ستة. نعم، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. نعم، هذه الفروض التي ذكرها الله في كتابه، وهي الثلث والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكل فرض له مستحقون كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فتقول: نصف ونصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. نعم، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وثلث الباقي في باب الجد والإخوة. هذا ثبت بالاجتهاد ولم يثبت بالقرآن والسنة. نعم، قال: والأصول سبعة، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. أصول المسائل سبعة نظرا للفروض. فإذا وجد فرض واحد، فإن أصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، فالنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية. هذا إذا انفرد فرض واحد، فرض واحد. فأصل كل مسألة من مخرج ذلك الفرض. نعم، قال: وثلثان أو ثلث وما بقي من ثلاثة. نعم، أو هما من ثلاثة. أي نعم، أو هما يعني الثلث والثلثان. نعم، إذا اجتمع. وربع أو ثمن وما بقي. نعم، أو مع النصف من أربعة. نعم، ومن ثمانية. نعم، فهذه أربعة لا تعول، أربعة لا يدخلها العول، والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. لا يتصور أن يدخل العول في هذه الأربعة، لأن العول هو عبارة عن ازدحام السهام، وهذه الأربعة لا يتصور أن تزدحم فيها السهام. نعم، والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول. نعم، إلى عشرة. إذا اجتمع فرضان في المسألة، فإنك تنظر بين هذين الفرضين، فإما أن يتماثلا كالثلث والثلثين مخرجهما واحد من ثلاثة، وإما أن يتداخلا مثل النصف مع الربع أو مع الثمن
فإن مخرج النصف داخل في مخرج الربع وفي مخرج الثمن، فيكون مخرج يكون أصل المسألة من الأكبر، من مخرج الأكبر منهما وهو الأربعة أو الثمانية، هذا إذا تماثل أو تداخل. وإما أن يتوافق مثل ربع وسدس، ربع وسدس وسدس، فبينهما موافقة بالنصف، فتأخذ نصف واحد وتضرب في كامل الآخر، نصف الأربعة اثنين تضربها، يعني نصف الأربعة وهي مخرج الربع اثنان تضربها في كامل مخرج السدس وهو ستة، اثنان في ستة كم؟ 12، فيكون أصل المسألة 12، هذا إذا إذا توافقت مخارج الفروض، إذا توافقت مخارج الفروض. وإما أن تتباين فتضرب كامل المخرج في كامل مخرج الفرض الثاني، وما حصل فهو الأصل، مثل ثلث وربع، ثلث وربع، لو فرضنا فيه زوجة وفيه إخوة لأم فيها ثلث وربع، مخرج الربع أربعة ومخرج الثلث ثلاثة، بينهما تباين، فتضرب ثلاثة في أربعة فتكون 12. مثلا سدس وثمن، مثلا سدس، لا سدس ومخرج 24، مثلا عندنا ثمن، ثمن وثلث، مثلا ثمن وثلث بينهما تباين، تضرب ثمانية في ثلاثة تبلغ 24، فيكون أصلها من 24. هذه سبعة أصول ناتجة من مخارج الفروض انفرادا واجتماعا، تباينا أو تماثلا أو تداخلا أو توافقا، وبذلك تعرف تأصيل المسائل. والناظم يقول: وإن تعرف وإن تشأ معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعرف التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، إلى آخر ما يقول. نعم، ثابكم الله. يقول: والربع من مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12. أي نعم، لأنك إذا نظرت إلى مخرج الربع ومخرج الثلث وجدت بينهما التباين، فتضرب ثلاثة في أربعة يحصل 12. نعم. وتعول إلى 17 وترا. إيه هذا العول، أعد علينا العبارة الأول. والربع مع الثلثين أول شيء، هو شيء يقول، والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. إيه نعم. وتعول إلى 10. وتعول الستة إلى 10 شفعا ووترا. أي والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، فيعول أصل ستة أربع مرات، يعول أصل الستة إلى أربع مرات، وهو أكثر الأصول عولا، فيعول إلى 7، مثل زوج وأختين لغير أم، فتقول المسألة من ستة، للزوج النصف 3 وللأختين الثلثان 4، 3 و6 و4 كم؟ 7. عالت المسألة إلى 7، ويعول إلى 8، مثل زوج وأم وأخت شقيقة من 6، للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 وللأخت الشقيقة النصف 3، 3 و3 و2 8. ويعول إلى 9، مثل زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم من 6، للزوج النصف 3 وللأختين الثلثان 4 وللأختين لأم الثلث 2، 3 و2 و4 كم صارت؟ 5 و4 9. ويعول إلى 10، مثل زوج وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين من 6، للزوج النصف 3 وللأم السدس 1 وللأخوين لأم الثلث 2، هذه 6. نعم. وللأختين الشقيقتين
الثلثان أربعة، هذه عشرة. عشرة، وهذه تسمى أم الفروخ أو أم الفروج لكثرة عولها. أحسن الله عليكم. نرجي بقية الحديث عن العول إلى لقائنا القادم، لأن وقت هذا اللقاء انتهى. ونزجي شكرنا إلى إخوتنا المستمعين، وشكرا لفضيلتكم على ما تكرمتم من البيان. هذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت عبد الله عريف، حتى نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.